خلال هذه الورشات حاولنا نشوفوا حاولنا نفسروا المقاولة الصغرى والمهنيين الأساسيات ديال هذا التحويل الرقمي. ثاني حاولوا يطبقوا واحد استراتيجية اللي خصها تكون واضحة وبيضة باش يبينوا المنتوجات ديالهم، يكونوا متواجدين عبر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي باش يحاولوا يبيعوا المنتوجات ديالهم وبالتالي يزودوا بخدمتهم للخدام. الان عرفنا بان الحاجه ديال الحرفيين والحرفيات ديال مدينه القنيطره بغاو ورشات في الرقمنه، كيفاش يصوبوا لادغيس ايميل ديالهم، كيفاش يبيعوا ويشريوا ويتواصلوا مع العالم الرقمي. اكثر من ذلك انهم طلبونا اننا نقوموا بورشات اخرى تكوينيه لاجل انهم يطوروا معلومات اكثر. موازاة مع هذه الورشات كاين واحد الفريق اللي كيرافقنا باش يحاول يفهم جميع الطلبات ديال المقاولين والحرفيين والمهنيين وبالتالي يلبي جميع طلباتهم عبر واحد العروض اللي هي مديورة خصيصا للحرفيين المهنيين والمقاولين.